تفضل. بس سؤال مع الرئيس بري شو راح تقول له بالمسار الامريكي؟ طلع فينا دوله الاسلام. لا عرفنا انه جايه بس بدنا نشوف، لانه اكيد مواقف واحده هي بما يتعلق بوقف الاطلاق نار بغزه باسرع وقت ممكن، ووقف هالنزيف الدم اللي عم بيصير بكل المناطق، وايضا ضغط على الاسرائيلي بايقاف الاستفزازات اللي عم بيقوم فيها بالجنوب اللبناني والتعرض للمدنيين. تعين جلسه لتمديد قائد الجيش، تعين جلسه اعتمدت انتهك صاير يعني. بسالك رح تعين. انا والرئيس بري حريصين كل الحرص على المؤسسه العسكريه وحتما في التأني السلامه وفي العجله الندامه. في جلسه رح تعلنوا بالكم العربيه.